إلى فخامة الرئيس جوليوس مادا بيو على رئاسته المتميزة لأشغال لجنتنا الموقرة، وعلى جهوده الدؤوبة والمخلصة في سبيل تعزيز وترقية الموقف الإفريقي الموحد بخصوص إصلاح مجلس الأمن للأمم المتحدة. كما لا يفوتني أن أتوجه باسم سيادة الرئيس عبد المجيد تبون بأحر التهاني لفخامة الرئيس تيودورو أوبيونغ نغيما مواسوغو على نجاح أشغال القمة السادسة للدول الأعضاء في لجنة العشر التي انعقدت شهر نوفمبر المنصرم بغينيا الاستوائية. وفي هذا الإطار تجدد الجزائر تأييدها لمخرجات قمة أويالا، وتؤكد استعدادها للمساهمة بكل أمانة وإخلاص في هذا الجهد الجماعي الرامي لحشد المزيد من الدعم الدولي للموقف الإفريقي المشترك، وكذا العمل بالتنسيق التام مع أشقائها لتحقيق تقدم ملموس في إطار العملية التفاوضية تحت قبة منظمتنا الأممية. وعلى هذا النحو تتطلع الجزائر للقيام بمساعي مشتركة مع جمهورية سيراليون الشقيقة على مستوى مجلس الأمن لعقد اجتماع وزاري رفيع المستوى بين مجموعة العشر والدول الخمس دائمة العضوية، وذلك على هامش الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما تتطلع الجزائر إلى استضافة الاجتماع الوزاري 12 للجنة العشر المزمع عقده شهر جوان المقبل بالجزائر العاصمة، كفرصة متجددة لتقييم المسار التفاوضي وتكييف استراتيجية عملنا وفقاً للتطورات التي يمكن أن يتم تسجيلها في سياق تجدد الاهتمام الدولي بمسألة إصلاح مجلس الأمن. ومن هذا المنظور، ومع تكثيف مساعينا من أجل ترقية الموقف الإفريقي المشترك وحشد المزيد من الدعم له، تدعو الجزائر أشقائها من أعضاء لجنة العشر إلى تركيز جهودنا الجماعية في قادم المراحل على الأولويات الثلاث التالية. تتمثل الأولوية الأولى في ضرورة التصدي لمختلف المحاولات الحثيثة والرامية لتقويض عملية الإصلاح أو إضعاف المواقف وتشتيتها، وعلى وجه الخصوص الموقف الإفريقي المشترك الذي يتفرد بمقاصده ومراميه وبطابعه الأصلي والمتعصل في ضرورة تصحيح الظلم التاريخي بحق قاراتنا الإفريقية. وتتجسد الأولوية الثانية في المطالبة بالتأسيس لمشروع إصلاح شامل ومتوازن ومتكامل يتجاوز نطاق توسيع العضوية ليشمل جميع المسائل الموضوعية المتعلقة بأساليب عمل المجلس وطرق تعامله مع مختلف المواضيع المطروحة على أجنداته. أما الأولوية الثالثة والأخيرة فتتمثل في ضرورة التقيد بالولاية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة
والاسترشاد بالمفاوضات الحكومية التي تتم تحت قبتها كإطار جامع وتوافقي للتكفل بملف إصلاح مجلس الأمن، ورفض أي محاولة للانتقاص من قيمة هذا الإطار أو تهميشه على حساب مبادرات فردية ومتفردة لا يمكن أن تحقق التوافق بين الدول الأعضاء. هذه هي في نظرنا التحديات التي يتوجب علينا التحضير لها بصفة جماعية وفي صف واحد، يتقيد بما أجمعنا عليه من خلال إعلان سيرت وتوافق إيزولويني. شكراً السيد الرئيس.